أول يوم إحنا رحنا كلنا المجلس الساعة 11، وأول يوم ده اللي أنت بتعمل فيه بقى الـ القسم واللجان وبتاع، يعني أنت عايز تخش لجنة إيه ولجنة إيه والكلام ده. تاني يوم خلاص 11، دكتور فتحي السجاد الساعة 3 رئيس المجلس، أنا بفرك. أنت بتستناه من الساعة 11 أنت وباقي النواب؟ آه، بس إيه النواب ما بيفركوش، أنا بفرك بقى. فأول ما جه قلت له ستر بأدب، يعني لايحة فبيخلص، أول ما تطلع لايحة بيقول لك اتكلم. موضوع اتكلم دي ليها قصة أنا وبيني وبين كمال الشاذلي، كمال الشاذلي الله يرحمه. فاتفضل يا أستاذ مرتضى، هو كان مرتب كده. قلت له الساعة كام في إيدك؟ قال لي 3:10. قلت له طيب، هو حضرتك إحنا شغالين عند حضرتك، تصحى من النوم براحتك وتجيلنا وإحنا قاعدين مستنيين؟ فالراجل قال لك ده أنا علي مجنون ده ولا إيه؟ إيه ده؟ قال لي يعني عايز إيه؟ قلت له أنا عايز نحترم بعض، إحنا بنحترمك، أنا شخصياً بحترمك بصفة عامة رئيس مجلس نواب، بحترمك بصفة خاصة لأنك أستاذي في القانون. حضرتك عايزين نعمل ميعاد نلتزم بيه كلنا نيجي، وأنت تكون أولنا. قال لي اقترح، قلت له 11. اللي موافق 11، خلاص خدوا القرار، ده اقتراح أنا بقى دلوقتي. تاني يوم بقى أنا ناسي. توصلت الساعة 1. عندي محكمة خلصتها ورحت. 1 الظهر. رحت الساعة 1. أتاري المجلس كله هو مستنيني. ما عقد الجلسة؟ لا عقد خلاص، لا عقد 11، بس مستنيني أنا بقى في إيه بقى؟ في اللي هيقوله لي. هو أول ما بتخش من الباب بتلاقي زكريا عازم. قال لي عايزك الراجل. وعازم باجي بقى بيفرح في المصايب. تمام؟ رحت قعدت في مكاني، كان المكان بتاعي قدام بتوع الإخوان الأول قبل ما أنقل الناحية التانية. اللي هم كانوا بقى ايه المستقلين، كان رامي لكح وكان ايمن نور وكنت انا ورجب حميده، دي مجموعه مستقله يعني، ورانا الولاد بتوع الاخوان، وراهم بقى على طول ابو عز الحريري ومعاد العيد والمجموعه دي وخالد محي الدين كده ورانا، وبعدين الناحيه دي بقى كمال الشاذلي الوزراء بقى يوسف شوالي والناس دي، وراهم على طول بتوع الحزب الوطني، يعني متقسمه كده. فقعدت، قال لي يا استاذ مرتضى الساعه كام؟ زي اللي انا عملته. قلت له الساعه 1. قال لي احنا مش واخدين قرار بسببك 11؟ قلت له ايوه، انا كان عندي محكمه، بس عايز اقول لسيادتك حاجه، لو غاب مرتضى و100 مرتضى مين بيدير الجلسه؟ رئيس المجلس انت. لكن لو غاب رئيس المجلس الجلسة مش هتنعقد. قال لي لا، دكتورة أمال عثمان. أنا بقى متغاظ منها جدا جدا، لأن أنا بقى هي ضد الانتخابات. قلت له وده عكس بقى قناعتي أنا، لا ولاية لامرأة على رجل، لا ولاية لامرأة على رجل. أنا هنا مش بقول يعني مش ضد الست، لكن هي دي بالذات بقى انت بتغاظ منها جدا جدا، مش طايقها. ضد الانتخابات سنه 90 هي كانت هنا نائب رئيس البرلمان؟ اه وكيل، اه وكيل الاول. فهو حسب القانون يحق لها ان هي تتولى اداره الجلسه في ظل غياب الرئيس. الوكيل الاول. انت كمان مش عاوز؟ ما هو هي جت كده بقى، جت في عمل عثمان.